بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ديوان الإفتاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة طيبة، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم فيه لما يحبه ويرضى. نسعد بتواصلكم معنا على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا، ولإخوتنا الذين يستمعون من الراديو 0183 84 87 99 أو 0183 40 77 77. قبل أن ندخل إلى هذه الحلقة ونستقبل أول المتكلمين المتصلين، الآن قد حانت الإجازة الفصلية السنوية لأبنائنا الطلاب، فعلى الآباء والأمهات أن يأخذوا هذه الإجازة مأخذ الجد، وأن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى أولا في تربية وتنشئة وتعليم الأبناء، فإن الشوارع صارت كالغابات يأكل القوي فيها الضعيف، ومن ضعف فيها فإنه سيؤكل والعياذ بالله. وكذلك كثير من قنوات الأطفال تدس السم في الدسم وتخلق أفكارا وتصورات عن الكون وعن القوى الخارقة كما يسمونها أو القوى الخفية، تخلق عنها تضع عليها أو عنها تصورات غير صحيحة. هذا مما يحتم على الآباء أن يتابعوا أبناءهم في كلماتهم وفي أفعالهم وفي سلوكياتهم. ولذلك أول شيء واجب على الآباء والأمهات أن يفعلوه هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في تنشئة هؤلاء الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، فكما تستعين الله سبحانه وتعالى في أداء الصلاة، فاستعن بالله سبحانه وتعالى في تربية أبنائك، وتسأل الله عز وجل أن يعينك على تربيتهم وتنشئتهم تنشئة صحيحة سليمة. كما الأمر الثاني هو أن تدعو الله سبحانه وتعالى لهم، ويا حبذا لو أسمعتهم هذه الدعوات، أن تدعو الله عز وجل لهم وتسمعهم ما تقول وما تسأل الله سبحانه وتعالى به، حتى يكون عندهم رابط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى واستجابة دعائك. كذلك أيضا أن تستعين بأعمال الخفاء، أن تقوم لله عز وجل في الليل وتطيل في الصلاة وتقوم الليل من أجل أبنائك، كما كان يصنع السلف الصالح رضوان الله عليهم. كان سعيد بن المسيب يقول لأبنائه: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك، أي من أجل صلاحه ومن أجل فلاحه. فيا حبذا لو خصص الإنسان جزءا من صلاته بالليل دعاء لأبنائه وبناته أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي تتحتم على الوالدين القيام بها أن يستودعوا الله عز وجل أبناءهم، فإن الله إذا استودع شيئا حفظه، كما جاء في الأثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا جاء مسافرا أن يقول: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونحن نقول له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فكذلك الأبناء، لأنهم قد لا يحفظوا الأذكار، قد لا يعني ينتبهوا لها، ولذلك وقد لا يعني يحتاطوا بالطهارة والبقاء عليها دوما، فلذلك نحن نحتاج أن نستودعهم الله عز وجل. فإذا ناموا ندعو الله عز وجل: اللهم إني أستودعك أبنائي وأعراضهم وأخلاقهم وجوارحهم وعقولهم وأفئدتهم وقلوبهم. وكذلك نسعى معهم في هذه الإجازة المدرسية في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى،
فلو جعلنا لهم في كل يوم 5 آيات من القرآن يحفظوها غير المقرر، هذا المقرر سيحفظونه في الخلاوي الصيفية وفي غيرها، كل يوم 5 آيات، فانظر كم عندك من الأشهر، عندك 4 أشهر، ولا سيما يأتيك شهر رمضان يكون فيه الإقبال على القرآن أكثر وأبرك. فلذلك إذا أخذت كل يوم 5 آيات يحفظها تقرأها عليه وهو يرددها خلفك، ثم يقرأها لوحده، ثم تصلحه فيها، ثم بعد ذلك تتركه يحفظها سائر اليوم، وتجعل له من المحفزات، وتجعل له من الجوائز، وتجعل له من الأشياء التي يعني تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أبناءنا هم الكنز الحقيقي الذي يعني ندخره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أمرنا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن أراد الفوز ومن أراد النجاح ومن أراد النجاة من النار فليحسن في تربية أبنائه، وأن يتلطف بهم، وأن لا يكون عنيفا شديدا مخيفا بالنسبة إليهم. هذه أمور ينبغي على الآباء وينبغي على الأبناء أو على الأمهات أن يراعوها وأن يقفوا فيها. إلى أن يأتينا أحد المتصلين. كذلك أيضا من الأفكار التي يجب على أو ينبغي للآباء أن يلتمسوها في أبنائهم أو يجعلوها في أبنائهم: النظر إلى هواياتهم التي يرغبون فيها وما يهوونه من أعمال، فيقومون بتلبيته، لا خصوصا الأشياء المباحة. يعني في بعض الأبناء يحب السباحة، في بعضهم يحب أن يركب الخيل، في بعضهم يحب السيارات والعربات وهذه الأشياء. ولذلك لابد أن نجعل هذه الهوايات مربوطة بأمور تربوية، نربيهم على الخير، ونربيهم على الصلاح، ونربيهم على التقى، ونربيهم على مخافة الله سبحانه وتعالى. فالذي يركب الدراجة يعني نذكره أنه هذا إعداد في سبيل الله سبحانه وتعالى، واجتهاد لأن يكون عبدا صالحا في هذا المجتمع، وأن يكون قويا، وأن يكون صالحا. أول متصلين أخونا السيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله خير يا سهلا، حياك الله شيخ سيد. إن شاء الله ربنا يكتب الموضوع في حسناتك يا أخي. آمين آمين وإياك إن شاء الله. تفضل. عندي إن شاء الله 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول بدل عن فضل: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. طيب. السؤال الثاني نعم بدل عن الزول مثلا ما يصلي المالو وما في حادث هل يعتبر شهود؟ ما بيصلي؟ لا ما يصلي وما في حادث هل يعتبر شهيد من الشهداء؟ طيب. جزاك الله خير السيد البنون يا غريب شهيد. تسلم بارك الله فيك سيد. السلام عليكم يا أميمة. أميمة انقطعت اتصال بها فلتعاود الاتصال. السلام عليكم. نعم. اهلا يا امني. عليكم السلام ورحمه الله يا شيخنا. الله يخليك. الله يبارك فيك. تسلم. عندي سؤالين. هاتي هي. السؤال الاول انه انا عندي 4 سنين رمضان شهر حامل مرضع حامل مرضع فما يعني الى الان صراحه ما قضيت. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي مبلغ في البنك هل بتجوز فيه الزكاة إذا وصل الحول أو المبلغ؟ طيب لا مبلغ بسيط ما كتير يعني. طيب شكرا لك يا شيخ. تسلم يا الله يبارك فيك. أبو حمد. السلام عليكم محمد أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
أو رسالة سؤالي عن كنت أنا في المملكة العربية السعودية في صلاة الجمعة، كان عندنا إمام مفروض يجينا من مكان بعيد من المسجد. إمام ماله؟ يعني الإمام صلاة الجمعة ما هو الإمام الراتب، إمام بيجي من مكان بعيد. الجمعة. نعم؟ إمام بيجي من مكان بعيد. والله ما في إلا كيف بتكون منسق يعني الجمعة وكل جمعة بيجينا إمام. الإمام تأخر تعبير الجمعة، تأخر شديد ثمن قدر معين. والجامع بسبب الناس. الإمام الراتب قام صلى بينا الظهر عادي. قال يعني الإمام تأخر عنكم وبعدين فينا نصلي بكم الظهر بس فقط. وليه ما صلى الجمعة؟ والله الإمام الراتب مو واحد الإمام بتاع الجمعة، الإمام الراتب بس في الليل. ياخذ صلي بينا الأوقات العادية كلها. لكن الجمعة لا يعني هو الراتب ده لما قام يصلي بكم ما كان يصلي بكم الجمعة. والله أقول لك إذا إحنا مواطنين زي كده يعني ما عند حق الكلام، قال ما بيكون بس ظهر بس عادي. أها وصليت الظهر بس؟ صلي بين الظهر إحنا مجموعة كبيرة من الناس يعني ما شوية قلب كبير يعني. طيب تسمع الجواب. السؤال الثاني كمان كمان واحد كان طلق امرأة زوجته. طلقها؟ طلقها وعينها قالوا إذا كان مطلق أو صار صار كذا ها هنا قال حرم العادي. معلوم معليش بعد ما طلقها اللي حصل شنو؟ يعني من غير الجوعان وكان في حمل. ها؟ كان في حمل. كان في حمل. هو كان في حمل. نعم. طيب. وبعدين حصل هذا الحمل قام رجع له في مسماه طبعا. رجع؟ واحد من الجماعة ما رجعنا له إلا بعد جنوب فتوى من القاضي. إلا بعد ما تضع؟ نعم. إلا بعد ما تضع؟ لا بعد ما يجيب فتوى من القاضي أبوها غصب قال ما برجع له ولا نقصد. ده أبوها؟ نعم. اها وبعدين رجعتوها ولا ما رجعتوها؟ نعم رجعتوها ولا لا؟ رجعناها يوم بعد ما جبت فتوى من القاضي يعني قالوا طيب طلقه واحد طبعا. اها السؤال شنو؟ السؤال هذا الكلام يعني لابد يعني فتوى ولا ما هي تاخذ طلقه واحد ولا طلقه ثلاثه؟ طيب تسمع تسمع الجواب. الو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام معكم محمد. ام محمد تفضلي. ارفع صوتك شوية بس. صلاة النافذة دي اصلي اثنين اها بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار بالنهار اها ترى بصلي ركعتين واقرا التشهد يعني واسلم لكن نسيت. كنت جبت الثالثة؟ جبت الثالثة وقريت التشهد واحدة اها وسلمتها. وبعدين عملت شنو؟ ما قريت تشهدين يعني قريت تشهد واحدة بس. قريت تشهد واحد وسلمتي ما جبت ما جبت سجود سهو؟ لا لا بس في النافلة يعني ما جبته. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. مسوا عليه. تفضلي. السؤال الأول مثلا ما في الصلاة أرفع صوتك يا أم عبد الله. في الصلاة بصلي مثلا بديت الصورة من أولا يعلمون أن الله يسرون وما يعلنون في سورة البقرة وكملت الصفحة لما جيت في التنفل ريحت من الأول. بديت الصفحة من الأول؟ أي جيت بديت الآية الأول من يعني مثلا من الإسلامين. طيب ده في صلاة براء ودي في صلاة براء. أي طيب. والسؤال الثاني عندنا حلقة حفظ بعد صلاة العصر يعني ممكن ندي تحية المسجد. عندكم شنو؟ حلقة شنو؟ حلقة تحفيظ. أها يعني ممكن لما نخش المسجد ده ندي تحية المسجد. أيوه بعد العصر. بعد العصر. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. اخونا بشير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. تحيه لك وللفريق العامل. الله يحييك ويبارك فيك يا اخي. وللمشاهدين اينما كان. الله يكرمك ويبارك فيك. بشير العاقب احمد من قلب بدر الى البحرانيه محليه المتمه. اهلا وسهلا شيخ بشير. السؤال الاول الايه 6 من والقراديات إن الإنسان من ربه لكنود. أيوة. والسؤال الثاني ده يمثال من اسم الله العظيم. اسم الله الأعظم. أي طيب
تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذنا فوزية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضلي. لدي سؤال واحد يا شيخ. أهلا وسهلا. إذا كانت المرأة توفت في النفاس تقول شهيدة. إذا كانت المرأة شنو؟ شهيدة الدنيا ولا شهيدة أخرى؟ إذا كانت المرأة مالها؟ إذا توفت في النفاس يقولوا شهيدة يعني. إذا توفت في النفاس أيوة. يعني شهيدة الدنيا ولا أخرى، توضح لنا يعني، جزاك الله خير. تسلمي إن شاء الله. أخونا موسى السلام عليكم. أخذ لي بهيمة والله أي حاجة كده. يا موسى السلام عليكم. هاي معك. تفضل. لديك عليك. تفضل. لو ذول المهم قال لك أخذ لي بهيمة والله أي حاجة كده أخذها لي. أها. ومثلا أخذتها لي بألف وقلت لي أخذ على بهيمة دي بألف ومئتين. اشتريتها بألف وقلت لي بألف ومئتين؟ أي بس قلت لي دي بألف ومئتين، ما داري منك أي حاجة كده بألف ومئتين. طيب اشتريت انت من قروشك ولا من قروشه؟ من قروشك انت. قروشك انت ولا قروشه؟ من قروشي انا مثلا. طيب والسؤال الثاني، في مرة كده كانت مختلفة مع زوجها سنة وحاجة. مالا؟ مختلفة مع زوجها سنة وحاجة كده. مختلفة مع زوجها؟ اي. اها. معها ولا حاجة، هي مع أهلها وهو قاعد برا، والمهم بعد تم السنة طلقها، وقبل يتم أي بثلاث أربع أيام طوالي عقد لها. طوالي شنو؟ عقد لها طوالي، زوجها ثاني. بعد ما طلقها بثلاث أيام زوجها طوالي؟ أي. أيوة. خلاص. تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حيا الله شيخ بوسينا، تفضلي. الله يبارك فيك، الله يسلمك. عندي سؤالين يعني معلش. تفضلي. يلا أنا عندي بعدي أول حاجة، إحنا قاعدين في محل شركة كده برانا أنا وهو، بس شغال غفير. بعدين عندنا المسجد قريب لينا، يوم الجمعة ده أنا بمشي بيقول لي ما بخليك براك، بمشي اصلي معاه هناك، وطبعا ما في اي الا انا بس برا براي يعني، بقول طب كاين من عزك اني بصلي وبين اي راي راجعين هنا. فانا شوف رايك فيه في ذلك شنو؟ انت بتصلي معاه في البيت؟ في البيت عادي، في البيت هو كراعه يعني، هو بيصلي في الكرسي. اها. بدار اشوف اصلي معاه في ال... بصلي معاه يعني يضيم بي الصلاه، لكن انا بصلي عادي بجلس في الواقع، لكن هو في الكرسي، هل هو يصلي بي ولا انا كل زول يصلي براي؟ ايوه كويس. ايوه. السؤال الثاني، انا بقرا سوره البقره بالليل يعني ما شاء الله الساعه 2 بقوم بقرا يعني، هل وبصلي بشيل معايا المصحف وبكون واقفه على حيلي. بنتهي الصوره والترابيزه جنبي، بحط المصحف وبسجد، وبرضه برفعه ثاني لما هنا، هل كده يعني صحيح ولا اقرا صغار؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام شيخ عبد الرحمن. كيف عامل الشيخ؟ تمام حياكم الله، تفضل. الله يجزاك خير. انا بس عندي حيوانات اليفه كان في البيت، تراني ماله؟ كان مربي لي ارانب في البيت وخدتها في قفص، يلا عشان انا ما تمرق لي من القفص، قمت عملت لها احجار بيلا من النواحي كلها. اها. وفي قامت الارانب دي قامت حفرت يعني، وفي قام ارنب حفر طلع بهناك والحجر كان وقع فيه. قامت قام مات. طيب. صار اعرف هل عندي يعني عندي ذنب في الحاجه دي؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم شيخ بدر الدين. مرحب بك. نعم. فضيلة الشيخ كيف الحال؟ الحمد لله، تفضل. معك بدر الدين محمد ان شاء الله، ولايه جنوب دارفور محليه برام الكلك ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. يا شيخنا يا اخي عندي سؤال يا اخي، انا والدتي طبعا اسمها سعاد. فبقوم عندها اسم يعني اللي هو من اسماء البجنب دي، بقول لها لما اقول لها بترتاح يعني بتضحك، فدار الشيخ رأي الدين في ذا شنو؟ لقب يعني؟ اي لغب. نعم لغب. ايوه. طبعا هي الوالده، لكن طبعا لما اقول لها بتضحك يعني بترتاح له شديد، دارنا كيف حكم الدين. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. القضيه الاخرى يا شيخنا، عندنا برضه السؤال الثاني. كنا بنصلي صلاه جماعه، والشيخ كان صوته بسيط جدا، وعندنا الصف الاخير
اللي هو اخر حاجه ما سمع اخر ركعه يعني الشيخ لما رفع من الركوع وبدا التشهد والناس لسه راجعين. ناس اخر صف لسه كانوا راجعين طيب. ساجدين فبعد ذاك ساجدين ولا راجعين؟ لا ساجدين في السجود ما رفع من السجود خلاص السلام يعني اخر ركعه طيب بعد ذاك لما الشيخ سلم هم ما سمعوا لما سمعوا حركة الناس قاموا بعد ذاك رفعوا لقوا الناس الشيخ سلم وفي ناس اتحركت ذات وقامت من المكان فاختلفوا في جزء منهم قال تعيد وركعة في جزء المهم أي زور كان عنده تعليق دارنا شيف الرأي شنو يا شيخنا طيب تسمع الجواب إن شاء الله السلام عليكم عبد الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لك يا أخي الشيخ الله يحييك أخونا محمد نور الدين ومستمعين إذا عطيبه ومشاهدين إذا عطيبه في جماعة حال معمور الله يكرمك فضل الله يبارك فيك لدي أرضى هذه إن شاء الله أول حاجة السؤال الأول الشيخ أنا طبعا لاحظت قبل يومين ثلاثة في مسجد يعني عندنا أخونا خش الإسلام من النصارى ذل يعني في مسجد قال داري خش الإسلام أسلم والحمد لله الناس وقفوا معه تاني برضو مشيت صلاة العصر برضو جلوته نفس الشيء قال لا يسلم برضو الناس نفس الزول يعني نفس الشيء يعني نفس هو ذاته يعني نفس الزول ذاته فأنا لا أشوف رأيتين شنو يعني هل الناس لقيت معه ودي معه السؤال الثاني برضو لاحظت يعني في مجموعة كده والله بعد صلاة العصر بقعدوا وفرشوا قماش أنا داعرف المغزى من القماش ده يعني يسوي شنو؟ قماش يعني بيصلوا على الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم انا لا اعرف يعني لا يعني بعد العصر بيقعدوا مجموعه يعني اي نعم عندهم صلاه كده بيصلوا على مصلى الرسول وفي النهايه بيفرشوا القماش ومويه بيقطوها لكن المويه دي خليها انا بس انا اعرف القماش ده بيفرشوه بعد ما يكملوا الصلاه بتاعتهم ثاني بيفرشوا له انا ده عارف بيسوي فيه شنو؟ قماش بيفرشوه اي بيفرشوا القماش بعد ما ينتهوا بيطبقوها بيشيلوها فانا عايز اشوف راي الدين شنو يعني طيب. انا شويه كده والسؤال الثالث يا اخي يعني انا شايف والله يا الحمد لله دي العاصمه السودانيه والقوميه لكن ملاحظ انا واحد بلقى خدت له 50 مليون وقلت لهم دي شنو يا جماعه جيت من ابو بيت قال لي والله دي القروش قلت لهم دي شنو قال لي دي فكه كيف يعني قال لي والله يعني مثلا 100 جنيه بيشيلوا منك كده فحاجه ملاحظه في الشارع انا استغربت قلت اذا يا جماعه احنا مسلمين وعاصمه القوميه القروش خدت لنا في الشارع وفي الموقف فكه جنيهات يعني نعم في الموقف بتاع جاكسون ده يا شيخ موقف جاكسون انا ذاك استغربتك يعني جاي جديد العاصمه لقيت القروش يا واحد خدت له مليون 50 مليون وواحد 30 مليون لما سالته قال له والله ده بيشيلوا الفكه ف بيبيعوا على الكماسره مقابل بيشيلوا بقى مقابل هاي طيب هذا الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويوفقكم على خدمه الدين وجزاكم الله خير وكل الاستاذ في طيب يعني تسلم ان شاء الله بارك الله الله جزاك الله خير شيخ عبد الرحيم وبهذا ان شاء الله نصل الى فاصلنا الاول ان شاء الله ثم نعود للاجابه على هذه الاسئله ان شاء الله فكونوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم نستعين الله عز وجل في الإجابة على هذه الأسئلة أخونا السيد بيسأل عن فضلي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء الكلمات لما عرج بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى مر بالسماء السابعة فوجد أبانا إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور ثم قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وجاء في فضل هذه الكلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أعرابي فقال يا رسول الله دلني على عمل كلمات تنفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقبض الأعرابي على يده أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم ولى ثم رجع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رجع رجوع البائس يعني الزول المحتار فقال يا رسول الله هؤلاء لربي فماذا لي فقال إذا قلت سبحان الله قال الله صدق عبدي وإذا قلت الحمد لله قال الله صدق عبدي وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدق عبدي وإذا قلت الله أكبر قال الله صدق عبدي
فيقول اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني. فهذه سبع كلمات فأخذها الأعرابي وولى. ولذلك هؤلاء الكلمات فضلهن عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ذكر الله عز وجل، خصوصا إذا كانوا في سفر أو كانوا يعني ماشيين مسافات، فكانوا يكبرون على كل شرف، وإذا هبطوا يسبحون الله سبحانه وتعالى. سؤال الثاني عن رجل لم يكن يصلي ثم مات في حادث، هل هو يعتبر شهيدا؟ والله الإنسان الذي لا يصلي هذا على خطر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديثه الشريف: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر، فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ورحمه. ولكن يعني هو مات على خطر عظيم، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الشيطان ومن زيغه. هل نعتبره شهيد؟ الله أعلم، لا أستطيع أن أقول أنه شهيد. أختنا أمنية تقول: إنها 4 سنوات ما استطاعت أن تصوم، سنة مرضع وسنة حامل، سنة مرضع وسنة حامل، والآن رمضان قد قرب، ماذا تصنع؟ 4 سنوات يعني 120 يوم، فهذه يعني الأيام التي وجبت عليها قضاؤها. في هذه الحال تنتقلين يا أختنا أمنية إلى الإطعام، وتطعمي عن كل يوم مسكينا بفتوى سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا. ثم السؤال الثاني: قالت عندها مبلغ في البنك، فهل تجب عليه الزكاة؟ المبلغ الذي في البنك لا تجب عليه الزكاة إلا بشروط. الشرط الأول هو أن يبلغ النصاب، أن يبلغ هذا المبلغ النصاب، والنصاب حدد في هذه الآونة الأخيرة ب 69,459 جنيه، 69,459 جنيه. فإذا كان المبلغ وصل إلى هذا الحال، إلى هذا الحد، نحسب من اليوم الذي بلغ فيه النصاب. يعني مثلا اليوم الذي بلغ فيه النصاب يوم 1 شهر جمادى الآخرة، يجلس هذا المبلغ سنة كاملة إلى 1 جمادى الآخرة سنة 1440. فإذا كان هذا المبلغ زاد ولم ينقص عن هذا المقدار، في هذه الحال يجب عليك أن تخرج الزكاة ربع العشر، تقسم المبلغ ده على 40. أما إذا كان المبلغ أقل من هذا فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. أخونا محمد أحمد قال: مرة كانوا في بر السودان وتأخر الإمام، تأخر إمام الجمعة جداً، ولما تأخر شديدا الإمام الراتب قام صلى بهم صلاة الظهر عادية. هؤلاء مخطئون، الجمعة إذا غاب الإمام فينوب عنه أي إنسان آخر، وخطبة الجمعة تصح بآية من القرآن وحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يختم الجمعة. يعني لو قام هذا الرجل وقال: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس ثم يقوم في خطبة الثانية ويدعو الله سبحانه وتعالى للمسلمين ويصلوا، هذه خطبة جمعة تصح بها الصلاة بدل أن يصلوا ظهرا، فهم آثمون لأن الجمعة واجبة ما يجوز أن تسقط عن الناس. سؤال الثاني قال: طلق زوجته أو قبل أن يطلقها أو طلقها وهي حامل،
فطلق قبل أن يطلق مختلف مع زوجته لمدة سنة، ثم أو طلق زوجته وهي حامل، وبعد ما طلق عرف إنها حامل فأراد أن يرجعها، فرفض الأب أن ترجع إليه إلا بفتوى من القاضي أو بحكم من القاضي حتى بعد ذاك رجعوها له. لا، ما يحتاج إلى هذا. إذا طلق الرجل زوجته طالما هي في العدة فإنه يجوز له أن يرجعها متى ما شاء. كثير من الآباء للأسف الشديد والإخوان أحيانا يكونون حنقين على زوج ابنتهم أو زوج أختهم، فيقوموا يعني إذا طلقها يقوموا خلاص أصلا عارفين أنه بيناتهم مشاكل كثيرة، فيقوم يطلقها ويقوم بعدها خلاص طالما تطلقتها ثاني أصلا ما بنرجع عليك، ويمسكوها عندهم. الله عز وجل قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تعضلوها، العضل منع أن ترجع المرأة إلى زوجها، وهذه المرأة طالما هي طلقت فهي في عصمة زوجها إلى أن تنتهي عدتها. طالما أن العدة لم تنتهي فما يجوز للأب أن يمنع هذه البنت عن الرجوع إلى زوجها وترجع إليه بلا فتوى من القاضي وبلا حكم من القاضي وبلا أي شيء، وإنما ترجع إليه. ولو ذهب هذا الرجل إلى القضاء ويأخذون منه بالقوة. ولذلك حتى لا نلجأ إلى هذه الأمور ونعقد الأمور وتسوء الأحوال بين الأسر وبين والد البنت وزوج ابنته وأبنائهم، يعني الأمور تحل بالروية. لكن 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 دائما كل ما بني على خطأ فهو خطأ. يعني في الغالب الزيجات فقط عند العقد زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، ثم بعد ذلك يخلطون حقا وباطلا والباطل أكثر للعياذ بالله، ثم إذا اختلفوا بعدين يرجعوا للشريعة. السنة كلها لا شغالين بالشريعة، لا البر شغالة بالشريعة، لا الزوج شغال بالشريعة، إلى أن يختلفوا ثم يلجوا إلى الشرع، فإذا حكم لأحدهم يغضب الآخر ويزعل هذا ويغضب ذلك. ولذلك الناس يعني تتعلم فقه الحياة الزوجية وفقه الطلاق وفقه النكاح وهذه الأمور كلها الناس يتعلمونها حتى لا يقعوا في محظورات شرعية فيخسروا الدنيا ويخسروا الآخرة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أخذنا أم محمد أنها كانت تريد أن تصلي ركعتين ركعتين، فصلت ركعتين ثم قامت وجاءت بالركعة الثالثة سهوا، ثم رجعت بعد ما كملت الثالثة رجعت وجلست للتشهد وسلمت. ما فعلتي صحيح، لكن كان عليك أن تأتي بسجدتين للسهو، كان عليك أن تأتي بسجدتين للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم فلم يدري كم صلى فليجعلها فليبني على اليقين وليطرح الشك جانبا. تبني على اليقين، طيب طالما أنت صليتي ثلاثة عرفتي أنك صليتي ثلاثة وتيقنتي أنها ثلاثة تقومي تسلمي ثم تسجدي سجدتين للسهو بعد السلام لأنك زدت ركعة. النافلة والفريضة واحد بمجرد ما دخل الإنسان فيها، يعني إذا الإنسان نوى يصلي ركعتين وقام للثالثة سهوا زي كأنه قام في صلاة الصبح للركعة الثالثة، يجلس ويسجد للسهو ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين، يسجد للسهو سجدتين. فعليك أن تسجد للسهو سجدتين الآن، الآن تسجدي سجدتين للسهو ثم تسلمي. طيب أخذتهم عبد الله بتقول إنها كانت تصلي قيام الليل، أسأل الله عز وجل أن يجعل عملها صالحا ولوجهه خالصا. وتنبيه يعني لأختنا أم عبد الله ولغيرها من الإخوة، الإنسان إذا كان يعمل من الصالحات التي من شأنها الخفاء، من شأنها الخفاء، يعني قيام الليل ينبغي للإنسان أنه يخفيه، الرجل يخفيه عن زوجته والزوجة تخفيه عن زوجها حتى لا يعلم أحد، يعني زيادة في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ينفرد الإنسان بربه عز وجل. إذا بعد ذلك الناس شعروا بك ما خلاص هذا قد شعروا بك، ولذلك لا
يحملنك شعور الناس وإحساسهم بك على أن تترك هذه الصلاة. الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يخفي هذه الأعمال ولا يبديها. طيب إذا كنت داير أسأل يقول في واحد بيقوم الليل بيعمل كده بيعمل كده بيقرأ البقرة بيعمل كده، فهي بتقول إنها قرأت ابتدأت الصلاة من وسط سورة البقرة في صلاة الفريضة، ثم لما جاءت في صلاة النافلة بدأت تقرأ من أول السورة، فهل فيها شيء؟ لا، ليس فيها شيء، الأمر كله سيان والأمر كله واحد إن شاء الله تعالى، لأن هذه صلاة منفصلة عن الأخرى فليس عليك فيها شيء. طيب، قالت عندهم حلقة في المسجد بعد صلاة العصر، فإذا جاء الإنسان بعد الصلاة هل يصلي تحية المسجد؟ لا يصلي تحية المسجد وإنما يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس، فلا صلاة نهائيا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولذلك الإنسان يأتي ويجلس مباشرة. أخونا بشير من المتمة بيسأل عن قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، الكنود الجحود للنعم الذي يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. زول ما شاء الله موفور الصحة والعافية وعنده أولاد وعنده بيت وعنده يعني قوت يومه، ولكن بعد هذا يقول الله الدنيا ضاقت علينا وربنا ما فتح علينا ويشكو الله سبحانه وتعالى إلى عباده، فهذا إنسان كنود يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وقد جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده، الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده، أو كما قال. أختنا فوزية بتسأل إذا كانت المرأة توفيت في الوفاة فهي شهيدة؟ نعم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها شهيدة الآخرة، شهيدة الآخرة يعني في الآخرة لها أجر الشهيدة، لكنها في الدنيا تعامل معاملة الميت العادي، فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن مع المسلمين، فنصلي عليها، الشهيد لا يصلى عليه، تغسل والشهيد لا يغسل، تكفن والشهيد يكفن في ثيابه التي مات فيها، فهي في الدنيا تعامل معاملة الموتى ولكنها في الآخرة شهيدة عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل. أخونا موسى بيقول إنه اشترى واحد قال له اشتري لي حاجة، فمش اشتراها بألف وجا قال له بألف ومئتين مثلا، إذا كان هذا الرجل أدى قروش من عنده، أدى قروش من عنده وقال لك امشي اشتري هذا الشيء، فذهبت واشتريته بألف وزي ما أداك ألف أو أداك ألف ومئتين أو ألف وخمسمية، فمشيت لقيته بألف، فما تقول له يا أخي والله الحاجة دي لقيتها بألف ومئتين، هذا كذب وما يجوز، هذا كذب وما يجوز، بل إذا وجدتها بتسعمية فلا بد ترجع له والباقي، تقول له يا أخي لقيت هذا الشيء بتسعمية، كما فعل الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدينار ليشتري له شاة أو بدرهم، فذهب واشترى شاة، فلما جراجع في الشارع لقاه واحد فقال له أتبيعها؟ قال له نعم، فباعها بدرهمين، فرجع إلى السوق مرة أخرى اشترى شاة بدرهم وعاد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه شاتكم وهذا درهمكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنعت ذلك؟ فقال صنعت كذا وكذا وكذا، فاستدعى له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد أن يكون البائع أو الوكيل أمينا، الزول الوكل قال لك تشتري لا بد أنك تكون أمين معه. طيب، ما داني قروش، قال لي يا خمش اشتري لي الحاجة الفلانية، تشترط عليه من البداية أنا لو اشتريتها يكون عندي فيها ربح كذا 2% ولا غيره، فإذا إذا قلت له كده فما في ما في مانع أنك تزيد بعد ذلك ما شئت. طيب، قال رجل مختلف مع زوجته مدة سنة وفي بيتها له وهو في بيته، بعد سنة قام طلقها، بعد ما طلقها بثلاث أيام قام مزوجها، لا ما يجوز لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، يجب أن تطلق الآن وفورا، وهذه المرأة هي زوجة لذلك الرجل حتى تنتهي عدتها، إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات، وإذا كانت من غير ذوات الحيض فثلاثة أشهر كما بين النبي كما بين الله سبحانه وتعالى، ما يجوز أن تزوج، كيف تزوج بعد ثلاثة يوم؟
أختنا بوسينة بتقول إنه عندها أخوها بيصلي في كرسي، هل يجوز أن تأتم به؟ ما في مانع أن تأتم به لأنه أصلا معذور، فهذه صلاته الذي يستطيع أن يصلي بها. قالت بتقرأ سورة البقرة في قيام الليل ومن المصحف، فإذا سجدت بتضع المصحف في الترابيزة، وإذا قامت تحمله، ما في حرج في ذلك، وهذا الأصل أن الإنسان يفعل ذلك، فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. ويجوز في صلاة الليل أن يقوم الإنسان من المصحف أو من غيره، ما في حرج. هكذا كانت تصنع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أخونا عبد الرحمن قال عنده حيوانات أليفة، أرانب، والمهم حاول إنه يمنعها من أن تحفر الجدران وغيرها، ولكنها حفرت وسقط عليها حجر من الأحجار التي وضعها وماتت. هل عليه شيء؟ ليس عليك شيء، ما في عليك أي حرج، لأنك ما أردت بهذا إلا حفظها فماتت، فهذا قدر الله عز وجل عليها. أخونا بدر الدين بيقول عنده والدة، وهذه الوالدة لها لقب، فإذا نوديت بهذا اللقب وإذا ناداها هو بهذا اللقب سعدت وفرحت، لا حرج إن شاء الله، بل بالعكس إذا كانت هي تسعد بهذا اللقب ينبغي أن تناديها به، لأن المطلوب من الإبن أن يسعد والديه، أن يسعد والديه ويفرحهما ولا يحزنهما، ولذلك يعني يتلطف معهما بالكلام وبالمناداة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تناديه بأحب الأسماء إليه، فطالما هي تحب هذا الاسم وترتاح له فما في حرج أنك تناديها به. أما إخواننا الذين ما سمعوا صوت الإمام إلا بعد حركة الناس، فهؤلاء عليهم أن يجلسوا، يرفع من السجود ويجلسوا ويتشهدوا ثم يسلموا، لا ليس عليهم أن يعيدوا ركعة ولا شيء، ليس عليهم أن يعيدوا ركعة، لأنهم أصلا في السجدة الأخيرة، فبعد ما عرفوا أن الإمام قد سلم وانتهى هنا يقوم كل واحد يقرأ التشهد ثم يسلم وليس عليه شيء. أخونا إبراهيم عبد الرحيم بيقول في واحد دخل الإسلام في مسجد ثم مشى الجامعة الثاني لقاه، وللأسف الشديد كثير من هؤلاء يفعل هذا الشيء، وللأسف الشديد كثير من المسلمين يتعاطفون مع هؤلاء، ويعني كثير منهم ممتهنين لهذه المهنة، ويعني مهنة الشحدة وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك يجب عليك إذا عرفت أن الزول ده طوال تقوم في الجامعة تقول لهم هو يا أخوان الله الزول ده هسي في الجامعة الفلاني ده قال ده دار خش الإسلام دخل ودفعوا لي قروش. ولذلك ما المشكلة أنه الناس بيكونوا عارفين أن الزول ده يعني كذاب وممتهن لهذه المهنة ولكنهم يسكتون، هذه هي المشكلة، المشكلة دي. والمشكلة الأكبر إنه ديلك المصلين يقول لي يا أخي أنت مالك يا أخي، ما تخلي الزول يتكسب، ما تخلي، ما كيف، ما 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 في كلام زي ده، لا بد إنه يوقف هؤلاء عند حدهم. سؤال الثاني إنه في حلقة بيفرش قماش وإذا جلسوا يقرأوا الفاتحة أو يقرأوا سور أو يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يقوم يجمعوا، هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، بل هذه بدعة من البدع، ما يجوز للإنسان أنه يفعلها. اجلسوا صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم العدد الدائرين ثم بعد ذلك تدعوا لأنفسكم ثم تقوموا تنفضوا، أما إنهم يدعوا يجعلوا قطعة قماش وفوقها ماء ويقوموا يوزعوا هذا الماء بينهم، هذا ما ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخير والأخير، الفكة، قضية الفكة التي توجد في المواقف. أيها الإخوة نناشد من هنا ولاة الأمر والذين جعل الله عز وجل على أيديهم السلطة أن هذا الأمر لا يجوز وما ينبغي أن تباع هذه الفكة بهذه الصورة، هذا باب من الربا واضح ليس فيه أي خلاف بين الفقهاء، أن تبيع 50 جنيه ب40 جنيه فكة، يعني 50 جنيه صمة ب40 جنيه فكة، هذا ما يجوز، هذا ربا لا يجوز يا أخواننا. والناس القائمين على الأمر يجب عليهم أن يأخذوا على أيدي هؤلاء، وهو الآن قد ذكر لكم اسم الموقف، موقف جاكسون وغيره من المواقف الكثيرة التي فيها أمثال هذه الأمور التي ما ينبغي أن تكون بين الناس وبلد المسلمين، وبلد يراعى فيه حرمة الله سبحانه وتعالى وحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلد قد رفع راية الشريعة وأسلمت الصيرفة الإسلامية وكل البنوك عليها رقابة شرعية وهناك هيئة للرقابة الشرعية في بنك السودان وفي غيره، فما ينبغي لهم أن يكون مثل هذا الأمر موجود بين الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.